المهم سمحوا لي اخوتي، راه اليوم ما درناش اللايف حتى غدا ان شاء الله بحول الله ونديرو كذلك لايف. المهم الديمونش لحد 5/29/2022 كاين باري لونغ شوب رينيو الكورسة الثالثة الكانتي غيمشي مع 3.25 البلا هونديكاب ديفيزيون ريفيرونس ديال بلي 19 البري 55,000 أورو المسافة ديال 1616 البارتو غازو غولد دروات موين بيست. عندنا رقم واحد هو موسي غايو، جوج هو غايو، جوج بيكو، ربعة هو بيسلير، خمسة باشيلوت، ستة جورنياس، سبعة بارزالونا، تمنية بلونكي، تسعود هو سوميليو، العشرة هو غراسيس، حداش هو توماس، الاثناش هو لوميتر، تلتاش ديميرو، ربعتاش باسكوير، الخمستاش بونسيتش، وستاش هو هاردوين. الواحد غادي بالكوردة خمسة، وجوج غادي بالكوردة ستة، وثلاثة غادي بالكوردة تلتاش، وكذلك الواحد أربعة غادي بالكوردة واحد. نشوفوا هاد النوامر يعني لي كورد أو الميزان اللي غادي به ماتيريال أو لونطرينو ديال البانطال، والواحد لونطرينو ديال البانطال، والجوج هو لونطرينو ديال الفيات. بانطال عندو تقريبا جوج عوادة، عندو جوج عوادة، عندو الواحد وكذلك عندو الربعة، وفابر عندو السبعة، وكذلك فيرلاند عندو 13. اتونسيو خوتي من 13 فيرلاند راه لونطرينور واعر. المهم نشوفو رقم واحد شنو داير تيران ديال لونغ شوب بالمسافة ديال 1600 والبري 55,000 أورو. هاد الواحد مجري في سان كلود المسافة ديال 1600 تيران بون سوبل في البري ديال 55,000 أورو، جا هو رقم 11. يعني بالنسبة لي انا هاد الواحد تيران بون. نشوفو كذلك سان كلود شنو داير الريفيرونس ديال البلي 19 والبري 55,000 أورو، جا هو رقم 11. ديجا جرى معاه سيتيلو، يعني هاد النوامر جراو معاه ضاربينو، هو جا هو رقم 11. كان مشى بالكوردة تسعود والميزان ديال 59 كيلو، كان ركب عليه كذلك موسي. الواحد كيبان ليا مجري تري سوبل وكذلك بون سوبل، خاسر من في تيران ديال مثلا سان كلود حضيو منو. ندوزو كذلك الرقم جوج ونشوفو كذاك ستيلو، هو هذا جوج كان ضاربو، هو اللي كان ضرب هذيك المجموعة كاملة. كذلك نشوفو في تيران ديال لونغ شوب من بريش مجري كذاك في سان كلود دار دوزيام ضرب الواحد وضرب شونتي المسافة ديال 1600 قصابل ضرب ويتيام كاتريام دوزيام في ليون بيريلي تري سوبل ضرب لاكان، وكذلك في سان كلود بون سوبل ضرب ساتيام في البري ديال 27,000 أورو. المهم جوج يبقى عود في المستوى الا ما كانش تيران بون، المهم غتكون مزيانه. ندوزو لرقم 3، رقم 3 كذلك مجري لونغ شوب المسافه ديال 1600 تيران تري سوبل غروند بيست البري ديال 280,000 أورو داير ويتيام بلا فالور. يعني هاد الثلاثة هادا مجري تيران وتري سوبل، كنتمنى ما يكونش تيران بون ولا بون سوبل. نشوفو شكون اللي جرى معاه في شهر 10 في دوفيل هنايا، مجري في شهر 10 غروند بيست كلاس دو غازو، مجري بحديتو كنمشي على الكوردة 3 والميزان ديال 57 كيلو والجوكي ديليزير. يعني هاد رقم 3 تيبان ليا حديو منو. ندوزو كذلك الرقم 4، اما الربعة ولا الواحد راه ضروري غيكون واحد. بالنسبة ليا نقدر نختار انايا الربعة، مجري تيران بون سوبل وضارب نافيا في البري ديال 55,000 أورو وفي الفالور ديال 38. نشوفو كذلك في الريفيرونس ديال بلي 19 بري 55,016 باردون، وكذلك داير نافيا مجري كذلك مع الواحد وكذلك مع الجوج. يعني هاد الربعة غنحديو منو يعني 100% 100% غادي يكون، تنتمنى يكون في لاريفي. نشوفو كذلك واتل لونترينور ديال واتل جوكي باشيلوت كوردا 16
نشوفو كذاك واش مجري التيران ولا ما مجريش التيران. اول مره كذلك هو غيجري التيران والتيران بو، غد تنظن واقيلا 100% غيكون التيران بو مجريها في دوفيل وداير سيزيام بلا بار كونديسيون. نشوفو كيفاش جراها في دوفيل، دار بويتيام ما حضرش الخيل، حضرش البارتو، المسافه ديال 1600. مهم تيبان لي هاد الكات انايا غادي يكون فلاريف، يعني هاد الكات هذا، هاد الكات هذا حديو منو السينك ماشي الكات السينك. واش نشوف الكوردة، الكوردة هي اللي خوتي هي المهمة، كنمشي بالكوردة 12 كوردة كبيرة، وغدا غادي بالكوردة 16، يعني هاد السينك الاريفي في المسافة ديال 1600 باشيروت ما كيخسرش. نشوفو كذلك جورنياس لونترينور ديال كوليري غادي بالكوردة 15، الميزان ديال 56 كيلو. جورنياس نشوفو كذلك هاد السيس اشنو داير في المسافة ديال لونغ شوب، تاهو تاني كذلك أول مرة غيجريها، مجري في سوبل وضارب ستيام كذلك مع الواحد والجوج وكذلك الربعة بون سوبل في تيران ديال سان كلود. المهم تيبقى مهم اتونسيو منه. نشوفو كذلك فابر لونترينور ديال بارزارونا مجري لونغ شوب ولا لا، مجري لونغ شوب ضرب سيزيام سانكيام وكذلك المسافة ديال 1300 ضرب ويتيام. الفارو اللي غادي بيه هو 37، كذلك 37 رام كلاسي فيها دار كاتريام تروازيام دوزيام كاتريام. تيبقى لونترينور وارد ديال فابر. ندوزو الرقم 8، رقم 8 كذلك واش مجري تيران ولا لا، اول مرة كذلك يجري تيران، المسافة ديال 1600 كذلك اول مرة يجريها، مجري تيران بو في شونتيلي جاي خاسر في البري ديال 30000 اورو، 37000 اورو. نشوفو واش الايك ضروري غتكون في كلاس ا هاد البري، ماشي في كلاس ا مع 18 الخيل. جا هو رقم 12 وكمشى بالكوردة 6 والميزان ديال 57.5 كيلو، وركب عليه بارزارونا، بارزارونا خلاوه مشى للسبعة في الريفيرونس ديال 20.5 مع 18 الخيل. المهم راه دار واحد ميزة مزيانة وجا هو رقم 12، كمشى بالكوردة 6 وغدا غادي بالكوردة 11، يعني يقدر هاد الكوردة تقدر تعاونو. ندوزو كذلك رقم 9 سوميليو، مجري كذلك تيران ديال لونغ شوب، كون تيران تري سوبل ودار كاتريام، كذلك مجري في سان كلود تيران بون سوبل جرى مع الواحد والجوج، وجا هو رقم 5 بالفالور ديال 36 خلا بالفالور ديالو. المهم يقدر يدير شي نتيجة غدا هاد تسعود هذا. راه غلطو كان غادي في الميزان ديال 55 ولا غادي في 55.5. نشوفو كذلك كراستيس نشوفو كذلك غادي بالكوردة 10، الميزان ديال 55 كيلو، مجري سان كلود تيران بون سوبل وضرب لاكان. المهم هدا مجري كذاك فونطابلو تيران سوبل ودار نافيام استبعاد كل البعد. نشوفو كذلك رقم 11، رقم 11 اول مرة غيجري التيران ومجري المسافة تيران سوبل، مجري اربعة الكورسات في حياته، ضرب لاكان سيزيام تروازيام تروازيام. نشوفو لوميتر غادي بالكوردة 12 وبقى بالكوردة ديالو، هو العود الوحيد اللي غادي بالكوردة ديالو. المسافة ديال كان سومير وضرب سيزيام تيران بون سوبل ضرب لاكان كاتريام لاكان. المهم يمكن يتلعب هاد العود حيت هو الوحيد اللي غادي بالكورت ديالو. ونشوفو تريز ديميرو فيراند لونترينور، يعني هاد تريز يبان ليا غدا تنظن واقيلا راه سير بون في تولوز في الكونديسيون ضرب لاكان. اتونسيون من التريز، تلات كورسات بون ضرب لاكان، وسوبل كذلك ضرب لاكان،
وكذاك تريسوبل ضرب لكن المسافة ديال 1600 1600، يعني هاد العود عود راه مزيان. واطونسيو منه اخوتي، اطونسيو منه، يقدر يحقق شي نتيجة غدا ان شاء الله بحول الله. نشوفوا الرقم 14 هو باسكيي، غادي بالكور دا 7 مجري تيران، ما مجريش تيران، مجري كذلك بون سوبل في الريكلامي في سان كلود. هاد العود اخوتي كيدير ريكلامي وديما رابح، ريكلامي دار تروازيام، ريكلامي دار كاتريام، ريكلامي دوزيام، ريكلامي دار بلاكا، ريكلامي دار كاتريام، يعني في الريكلامي يعني كيربح هاد العود هذا. المهم تا هو اطونسيو منو، العود لي خوتي اللي كيدير ريكلامي حديو منو بزاف. ندوزو كذلك الرقم 15، ندوزو كذلك الرقم 15 ونشوفو كذلك شنو داير. رقم 15 مجري المسافة ديال 1900 بون سوبل في بوردو، وكذلك مجري في كانسومير في تيران صابرة ضرب سيزيام، تيبقى السبعات كل البعد. وندوزو للرقم 16 هو اردوين ميل بريسون لونترينور، غادي بالكور دي 8. هاد 16 هذا مجري المسافة ديال 1300 في اللونج شوب بون سوبل هونديكاب بري ديال 55000 اورو، ضرب هو رقم 12 بالفالور ديال 35، ومجري كذلك بون في دوفيل ضرب تروازيام بلا فالور. نشوفو كمشى لنا كوردا اللي مشى بيها تاع 16 هدا حدا منو، راه تيقدر يدير مفاجأة. كمشى بالكوردا 4 والميزان ديال 58 كيلو، يعني هادشي اللي كاين. وغادي في الكوردة 8 كوردة صغيرة، وكمشى بالكوردة 4، يعني هادشي اللي كاين اخوتي. يعني نختارو كذلك نويمرات اللي غيكونو مزيانين. اول حاجة ناخدو رقم 5 باشيلوت، تاني حاجة ناخدو رقم 13 5 13، وتالت حاجة غناخدو 16، ورابع كذلك حاجة غناخدو الرقم 2 غايو، يعني عندنا 4 13 4 5 4 13 5 4 13 بانتي يعني مزيانة، ورقم 16 5 4 2 16، هما 4 نوامر 5 4 16 وكذلك رقم 13 ورقم 2، هما 5 نوامر دابا 4 و 2 و 5 و 13 وكذلك 16. غيبقى لينا ضروري نزيدو رقم 6 جورنياس لونترينور ديال كوليري، راه لونترينور واعر. المهم هاد 5 نوامر، ويبقى لنا عود واحد نزيدو ضروري 7 نوامر، هو لوميتر، هو رقم 12، يعني هادشي اللي غنلعبو. عقلو اخوتي على نوامر، عندنا جوج وعندنا 4 وعندنا 5 وعندنا 13 وعندنا 16، وكذلك عندنا 13 و16 و12، جوج 4 5، جوج 4 5 13 16 12. المهم هادو هما 6 نوامر اللي بانوا لي اخوتي، والله يسخر ليكم مصعب، كتبقاو عزاز وغاليين. والسلام عليكم، تهلاو في راسكم. ما تنساوش اخوتي تابونوا معنا، ولي جديد مرحبا اتابونا وخلي لايكات الفيديوهات. وراكم عزاز وغاليين، تسناونا اخوتي في اللايف ان شاء الله غادي نديروه. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم.